فالأذان فيه الترسل والإقامة الحذر. وفي حديث الحديث قال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. وهذا عند أبي داود، لأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في إسماعهم حتى يأتون. وأما الإقامة فهي إعلام الحاضرين في المسجد، فلم يحتج إلى يعني أن يترسل فيه، لم يحتج أن يترسل فيه. ولذلك الأصل أن المؤذن يقف عند كل جملة من جمل الأذان: الله أكبر الله أكبر مثلا، وإذا قال الله أكبر الله أكبر لا حرج. أما الإقامة فيحضر: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أنه هكذا يعني يحضر، ما يترسل مثل الأذان، ما يترسل مثل الأذان.